دلوقتي مع حضراتكم هنتعرف على أحد عباقرة مصر، المهندس حازم مرضي. هو تخرج في كلية الهندسة قسم ميكاترونكس، وتخصص في تصميم الهاردوير، وأيضاً وضع أنظمة السوفتوير الخاصة بتشغيل العديد من خطوط الإنتاج والماكينات. خليكم معنا. المهندس حازم مرضي من عباقرة مصر في الأنظمة المدمجة وتصميم الهاردوير وبرامج السوفتوير لتشغيل أي ماكينة أو خط إنتاج في كل المصانع، وكمان ابتكار وظائف تساعد على زيادة الإنتاج والرقابة على كل عمليات التشغيل. هو ربنا خلقه كده، لما بيستوعب احتياجات صاحب العمل بيبدع حرفياً. المهندس حازم مرضي تخرج في كلية الهندسة تخصص ميكاترونكس، وبيقدم حلول تكنولوجية مبهرة لكل المصانع في مصر ولجميع القطاعات. ناقص يصنع جهاز للتحكم في مراكب الفضاء والأقمار الصناعية، ده بدون مبالغة. تعالوا نقابله عشان حضراتكم تشوفوا بنفسكم إزاي بيتكلم بحب وشغف عن أنظمة الهاردوير وبرامج السوفتوير اللي هي العقل المشغل لأي معدة على وجه الأرض. المهندس حازم مرضي، أولاً جاي لك عشان أفهم، ثانياً عشان دايماً بنشوف البوردات وبنبقى مستغربين هما بيعملوا الكلام ده زي بره. تمام. حضرتك مهندس ميكاترونكس بتصنع عقل أي مكنة على وجه الأرض. تمام. اتخرجت سنة 99. مظبوط. جامعة 6 أكتوبر. مظبوط. ومن يومها وانت بتجري. بالظبط كده. اللي يلحقني انا حياتك، وعايز افهم بقى كده الصناعه دي نوطنها ازاي في مصر، ازاي نوطن صناعه المعدات في مصر، لان دايما مشكلتنا الهاردوير والسوفتوير. مظبوط. انت نموذج حي لعمليه التوطين، نعمل ايه؟ احكي لي كده بدايتك الاول. انا اتخرجت زي ما انت حضرتك قلت 99، اشتغلت لمده سنتين في مجموعه احمد باجت، مسؤول عن صيانه المعدات اللي بتصنع سواء الثلاجات او البوتاجازات او ايا كان المعده نفسها. وبعدين عملت له حاجه، اخترعت له حاجه؟ لا، انا كنت لسه بقى فريش جرادويت، بس انا كان ليا فرصه كويسه ايامها وانا شغال هناك. كان في راجل روسي كان جاي تبع معدات الدكتور احمد باجت، والراجل الروسي ده كان بصراحه له فضل برضو عليا، بيعمل كل حاجه. اي سوفت وير يعمله، اي هارد وير يعمله، ويجيب اي مكونات يجمعها مع بعض يعمل منها حاجه. اشاعت الاقدار ان هم يقولوا لي حازم خليك مع الراجل ده بقى، لازم له يعني. قعدت معاه، كان بيعلمني حاجه اسمها بي ال سي تبع المكن، قعدت معاه فتره كويسه وتعلمت منه بصراحه، وصاحبته يعني، وكان في بيني وبينه علاقه. وبعدين سبت احمد باجت واشتغلت مع والدي لمده سنتين او ثلاثه في مجال ملوش دعوه بالهندسه اللي انا بعملها، في مجال البنى والمعمار والحاجات زي كده. وبعد ما خلصت معاه المشروع اللي هو كان عايز يعمله، رجعت تاني لمجال الهندسه. بس لما رجعت بقى، رجعت للقصه بتاعتي دي، كان لسه الموضوع بادئ، موضوع اللي هو الامبيدد سيستم اللي هو الانظمه المدمجه، واللي هو يعني بنقدر نعبر عنه بحاجه اسمها المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر ده عباره عن التشيبايه، طبعا في منها انواع كتير وموديلات كتير حسب الفيتشرز اللي فيها. ده عباره عن كمبيوتر صغير فيه بروسيسور وفيه ابروم وفيه ذاكره وفيه حاجات زياده بقى، اللي هي الاطراف الصناعيه بتاعته، اللي هو مداخل ومخارج الاشارات الدخل بتخش لها واشارات خارج عشان تتحكم في المعده. وبتكتب انت كود، الكود ده بيعبر لك عن الشيء اللي انت عايز تتحكم فيه، وده موجود في حياتنا. على سبيل المثال الثلاجه، الغساله الفول اوتوماتيك اللي في البيت، ما دي شغاله بمايكرو كنترولر، انها تعمل برنامج واحد وبرنامج اثنين وتشغل الغساله وتشوف درجه الحراره، كل حاجه، التكييف في التلفزيون، كل اجهزه الطياره، العربيه، موجود في حياتنا في كل حاجه. صحيح. كل حاجه فيها لازم دايره مايكرو كنترولر بتتحكم فيها على حسب السيناريو اللي هو عايزه. طبعا الموضوع ده كان شغفني جدا، ان انا ازاي اكتب كود والكود ده بعد ما اكتبه يحقق لي شيء ملموس. طبعا قعدت فتره عمال ما اتعلمت ازاي اكتب. انا ببرمج بحاجه اسمها لغه السي، اللي انا بكتب الكود من خلاله، زي مثلا احنا بنتكلم انجليزي، بنتكلم عربي، بنتكلم تايواني، بنتكلم صيني، دي لغه برضو بس في البرمجه اسمها لغه السي. اتعلمتها، وبعدين اتعلمت برضو بقى ازاي اعمل هاردوير.
دي المرحلة الثانية بقى اللي هي بيسموها لي اوت، اللي انا هحولها البورد، اللي هي الرسمة اللي حضرتك بصيت عليها دي المعقدة. دي المعقدة دي اللي انا بقى بحول التوصيلات ما بين المكونات لتركات نحاس على بوردة. لما اكون الحم المكونات عليها اقدر اشغلها، اللي هي زي مثلا البوردة دي. طبعا البوردة دي انا بعد ما عملت الديزاين اللي حضرتك شفته ده، انت اللي عامل كل الحاجات التصميمات كديزاين اللي هو قدام حضرتك على الكمبيوتر. طيب انا عايز انفذها على ارض الواقع. لما يكون عندي بروجكت قطعه واحده بعملها هاند ميد زي البورد دي كده، دي هاند ميد. لكن لما يبقى عندي بقى ماس برودكشن، يبقى عندي انتاج بقى الحاجه بنتج منها كتير زي الاجهزه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، لا انا مش بعمل كده، بروح بعد بقى الديزاين بتاعي ده. يعني قطعه المصنع بتقفلها 100%. حد عايز كميه بتروح تقفلها في الصين. بصنع تصميمك انت يتصنع في الصين. ببعت بقى الملف، في ملف بعد بيطلع لي من البرنامج ده اسمه جيربر فايل، ببعته الصين، بتيجي لي بقى بورده فاضيه على حسب كل بروجكت. يعني دي بورده فاضيه اهي، او زي اللي حضرتك مع حضرتك بتجي لي فاضيه، باجي انا في مصر بقى اروح حاطط عليها المكونات بتاعتي لحمها فيها، وباجي بقى لدور السوفت وير. وطبعا اللي بياخد الشغل اكتر والفكره اكتر هو السوفت وير، ده اللي بياخد مني وقت اكتر. ده العقل بقى. لان انا بقعد بقى اظبط نفسي عشان ما يبقاش في بجات في السوفت وير، ويبقى ستيبل وما يهنكش وما يبقاش في مشاكل فيه. فده طبعا تنظيم الفكر وترتيبه بتاخد وقت فيه، وبتعمل له تيستات اصلا، لان انا بعد ما بخلص البروجكت لازم اجرب في المكان نفسه. بعد ما عملت البورده زي اجهزه حوالين حضرتك دلوقتي، اعمل لها كيسنج عشان تتقفل وتبقى شكلها منتج نهائي بشكل جيد، الناس اللي تشوفه يشوفوه بشكل برودكت. دي بتاعت ايه مثلا على سبيل المثال؟ ده جهاز بيركب في ثلاجات عنابر البطاطس. كان عندي صديق ايام الجامعه عندهم ثلاجات بطاطس، واتصل بيا من حوالي سنتين. هو عارف طبيعه شغلي. فاللي انا فهمته منه انه الشركات الكبيره زي شركه شيبسي وشركه كلبز، عشان يعملوا معاه كونتراكت او حاجه زي كده، لازم يبقى عنده جهاز يحافظ على ثاني اكسيد الكربون جوه العنبر، لان البطاطس دي بتتنفس وبتطلع ثاني اكسيد الكربون. فلازم من فتره للتاني بنقيس ثاني اكسيد الكربون، لما بتوصل لحد معين لازم في هويات بتتفتح عشان تطرد ثاني اكسيد الكربون. فانا اللي بدي الاوردر للكمبريسور ان هو يشتغل او يفصل عشان يحقق درجه الحراره المطلوبه بروده جوه العنبر. فالجهاز ده بعد ما الوحده المركزيه بعتت له السيتنج اللي هو هيشتغل عليه، خلاص هو شغال مع نفسه. وفي نفس الوقت هو طول الوقت عمال يبعت للوحده المركزيه القرايات بتاعت الحساسات دي كلها، بحيث ان الراجل في اي وقت هو يقدر يخش يتفرج على القرايات، يشوف القرايات بتاعت اي عنبر، مجرد ان هو يكتب رقم العنبر تظهر له القرايات بتاعت العنبر دي كلها. وفي نفس الوقت كمان يقدر يلغي الكنترول ويتحكم مانيوال، بحيث انا دلوقتي هو المفروض ان هو بيشغل ويدفع اي حاجه بناء على السيتنج. طب لاي سبب إن كان انا عايز اشغل حاجه دلوقتي، عايز اشغل بخاخات، عايز اجرب، فبيقدر ينقلها لوضع المانيوال ويشغل ويقفل ويتحرك مانيوال ويشغلها ويرجع تاني يشغلها اوتوماتيك. عامل له كمان برنامج على الكمبيوتر عشان الناس اللي بتراقب على الثلاجات دي بتبقى عايزه ريبورتات من وقت للتاني، بحيث ان هو عايز يجي يروح في اي وقت يقول له انا عايز قرايه العنبر الفلانيه رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا او اي حاجه، يقول له اديني قراياتك من يوم كذا ليوم كذا، يروح مطلع له ملف اكسل بكل القرايات اللي الجهاز قراها، ريبورت كامل اقدر اطبعه له ويقدر يفهم عنه كل حاجه. تقدر ده تطبق بقى في كل الصناعات؟ في كل الصناعات. ايه تاني صناعات ايه تاني؟ صناعات ناس جوني بتوع بيصنعوا معدات بتاعه بسترة اللبن في المزارع بتاعت الابقار. اللي عرفته انه المولود الجديد من البقر ما ينفعش يشرب لبن على طول من والدته، لازم يتبستر. وده كان شيء غريب، انا كنت فاكر البسطره دي لينا احنا بس، اتاري لا، في خزانات بتعمل بسطره عشان الاطفال او البقر الصغير. يعني هو بيصنع المعده البادي بتاعها والمواتير بتاعتها، وفيها برضه سخانات وفيها محابس. هو بقى قال لي بص انا عايز الموتور يتقلب في الشكل الفلاني، وعايز السخانات ترفع لدرجه حراره كذا، واول ما توصل لدرجه حراره كذا تثبت لمده زمن قد كده، وبعدين فجاه في محبس هيتفتح هنزل ميه ساقعه، وتفضل الميه ساقعه دي دوره مقفوله عشان تحصل تبريد مفاجئ. فهو فهمني ايه السيناريو، فانا عملت له برضه البورده اللي هي تتماشى مع الطلبات بتاعته، وعن طريق شاشه تاتش يقدر يدخل البيانات ويقدر يقرا ويقدر يشوف ايه اللي شغال وايه اللي واقف
وكل الطلبات اللي هو عايزها عرفتها عملتها له، وقلت له على فكره لا ده انا ممكن كمان بعد ما فهمت لا ده انا ممكن اعمل لك كذا وكذا، فبتعجبه الفكره يقول لي طب جو اون دوت. فببدا بقى اشتغل ما دام في عندي فهمت وفي عندي شغل وحد محتاج ده، حد محتاج ده اشتغل فورا، اشتغل على طول واطوره له. وانت بتحكي قبل ما نبدا تسجيل قلت لي انا صنعت جرس للمدارس اللي قدامك ده. مظبوط. اي بل ايه الحكايه دي؟ ده من فتره طويله جدا. انت ابسط حاجه طورتها؟ كان جاء حد قال لي في مدرسه طالبه انه دلوقتي عايزين نحط لكل مرحله تعليميه نغمه خاصه بيهم، لما يسمعوها يعرفوا انه ده الجرس بتاعهم بدل الجرس التقليدي الصوت المزعج نهايه الحصه البريك اللي مش كده. بالظبط كده. بديت انا اشتغل على الموضوع ده. كان في الاول خالص كنت بجيب ام بي 3 وفكه وعن طريق الريليهات اللي هو الكونتاكت تقفل وتفتح اقدر اشغل. بعد كده بقى لا، لما عجبتني الفكره ولقيتها شغاله قلت لا نعملها بقى صح ونطور فيها، فعملت الموديل الجديد اللي حضرتك شايفه ده. ده المفترض الجهاز فيه 7 زون باين حضرتك. 7 زون دول الزون دول مقصود بيهم دول انه كل زونه منطقه في المدرسه، يعني منطقه اعدادي، منطقه ثانوي، منطقه حمامات السباحه، الملاعب، تقسم المدرسه ل7 مناطق براحتك يعني. وفي سوفت وير بيركب يعني جوه الجهاز ده، الجهاز ده بتوصل بشاشه دي اتش ام اي، عامل زي فكره الدي في ار بتاع كاميرات المراقبه، لما بيقوم بتقدر من خلاله تقول له تقدر تعمل لكل يوم مواعيد حصص غير اليوم التاني. الجهاز ونجح الجهاز ده وفي مدارس اشتريته؟ ولغايه دلوقتي. بس انا مشكلتي دايما في التسويق، بمعنى المدارس اللي خدته مني هي اللي بتسوق لي، بمعنى مدرسه تسمع عن المدرسه مين اللي ركب لكم ده؟ مهندس حازم. هلاقي تليفون جاي لي احنا مدرسه عرفنا رقمك من مدرسه كذا عايزين الجهاز. يعني ادي احد المشاكل، عندك مشكله في التسويق. دايما مشكلتي في التسويق انه انا يعني انت راجل بتاع هاردوير وسوفت وير. بالظبط. اللي يجي لك يقول لك انا محتاج كذا. بالظبط كده، يقول لي ايه طلباته وهو عايز يتحكم في ايه. ودايما بلعب على الحته بتاعت انه البرودكت يكون غالي وانا اقدر اعمله له بسعر هيبقى هو بالنسبه له مبسوط منه جدا وانا هكون كسبان. يعني ما ينفعش مثلا حد يجي لي يقول لي انا عايز اعمل جهاز هو مثلا موجود اوريدي في السوق بسعر انا لو عملته هعمل يعني هيبقى مكلف بالنسبه لي، لكن لما تجيب لي حاجه غاليه جدا وبالذات كمان لو بره انا اقدر اعمل لك الجزء ده بسعر منافس لاي حاجه تانية، وكمان اديك ضمان اكتر من اي ضمان تاني، وبفرض انه في لاي سبب ان كان قطعه باظت هتلاقيها متوفره في السوق، مش محتاج انك انت في ناس يقول لك لا هنضطر نغير ده كله، مفيش عندنا القصه دي. خلي بال حضراتكم في جهاز بسيط جدا ابتكره المهندس حازم مرضي لشركه سامسونج العالميه في مصر، وهو جهاز بيحسب لكل عامل مده التشغيل والانتاج، وده ساعد الشركه العالميه الكوريه في تحقيق الانضباط داخل المصنع وزياده الانتاج. وبالمناسبه سامسونج هي الشركه الاولى في مصر في تصدير الاجهزه الالكترونيه لكل اسواق العالم خاصه أوروبا وأفريقيا والدول العربية. لما كلمتني في التليفون وحكيت لي على قصة شغلك في الهاردوير والسوفت وير قلت لي أنا اشتغلت في سامسونج. مظبوط. صح، الناس دي أقوى جدا. مزبوط. هم أوائل التصدير للأجهزة الإلكترونية من مصر لأفريقيا ومصر لكل أسواق العالم، خدوا رقم واحد. طفولك طفتلهم، عملت معهم حاجة، قعدت عندهم قد إيه؟ المرحلة دي أكيد مهمة عندك. الكلام ده كان في 2014. كويس. وكنت سامع عنه قبلها بسنه انه في مصنع سامسونج هيتفتح في مصر، وقبلها حاجه بسيطه بالصدفه على اليوتيوب كنت بتفرج على فيديو للموظفين بتوع سامسونج في كوريا، واللي بيشتغل في كوريا في مصنع سامسونج ده زي ما يكون يعني بيشتغل في حته رهيبه، البنك المركزي بالظبط، حاجه قويه جدا وجميله جدا. فلما عرفت انه هيفتح في مصر بصراحه اتحمست ان انا اشتغل فيهم، وقدمت السي في بتاعي وعملوا لي انترفيو وقعدت مع المدير. رغم مشروعك ده شغال. بالظبط. فعلا تم الموافقه عليا، انا كنت همسك صيانه مصنع جديد هناك ورحت. فانا لقيت نفسي هتوجه يعني بوجهوني ناحيه الاداريات، وانا اصلا مش ده السكه اللي انا كنت رايح سببها سامسونج. انا كنت رايح عشان اشتغل في نفس الفيل بتاعي، ان انا اصمم اعمل سوفت وير، انا راح اصنع تلفزيون مثلا، يعني اي حاجه في النولج بتاعتي اللي هو الديزاين. بس قعدت عندهم سنه بس، في السنه دي عملت لهم بقى، كانوا لهم لما عرفوا ان انا عايز اعمل كذا، ففي 2 بروجكتس يعني مبسوطه ان انا عملتهم عندهم، منهم واحد عندهم في خطوط الانتاج
كانوا عايزين يعرفوا بيبقى فيه مجموعات بيسموها السل الأوكلية للعمال بيجمعوا مثلا حاجة في ظهر التلفزيون هي ستيب. فهم كانوا عايزين يعرفوا كل يوم العمال دول بيعملوا بينتجوا قد ايه كل خلية. الشغلانة دي بتاخد وقت اللي هي التجميع ده، ولنفترض مثلا 5 دقائق، لو خدت وقت اكتر من كده يبقى الناس دي بتلعب. فكانوا عايزين يعملوا يكنترول القصة دي وفي نفس الوقت يعرفوا هم انتجوا قد ايه. فكانوا عايزين جهاز ولو الزمن زاد يدي عن المعدل المحدد يدي ألارم ويتحرك عليهم مدير التشغيل بالظبط ياكلهم. بالظبط كده، ما فيش هزار. فهم كده الجهاز له تو فانكشن، الفانكشن الاولانيه يحسب البرودكشن قد ايه كعدد، والرقم 2 بيسموه تاك تايم اللي هو الزمن الشغلانه دي عدد معين من الوقت، ونسي انه 5 دقائق لازم يخلص في 5 دقائق، لو ما خلصش يدي ايه انذار. طب ايه القصه دي مبنيه على ايه؟ مبنيه على حساس تحت الترابيزه بتاعت التجميع، اول ما بيحط ظهر التلفزيون يبدا يشتغل الزمن يبدا يشتغل، ولما بيشيلوا ظهر التلفزيون الكاونتر اللي هو العداد اللي بيقول لهم قد ايه هم انتجوا، ما كل ما بيشيلوا واحد هو كده في واحد زاد يحط واحد تاني يتشال العدد يزيد والزمن يقف يبدا من جديد. بالظبط كده. بالظبط كده. ممكن اوريه لحضرتك؟ وريني. زي ما حضرتك شايف استاذ محمد دلوقتي دي السيلز اهي الخليه هناك ايه بالظبط. اللوحه جهازك اللي فوق ده اللي فوق بالظبط خدوا عدد منه 5 وحدات. وزي ما حضرتك شايف في عندك الناس ايه السيلز دي بتشتغل ظهر التلفزيون بيعملين بيجمعوا فيها اجزاء معدنيه. الترابيزه دي اللي مجرد ما يتحط عليها في سنسور يبدا الزمن مجرد ما يتشال يعد واحد. بالظبط. وفي نفس الوقت الزمن حضرتك تحت زي ما انت شفت ده اللي هو المفروض انا طبعا الكلام ده عامله من فتره بس تقريبا ممكن يكون 3 دقائق او حاجه زي كده، لو زاد عنه بيدي الارم للمشرف. وربطين ده بالحوافز بتاعت الناس. ما هو هم عاملينه عشان يعرفوا كل واحد انتج قد ايه ويقدروا يحاسبوهم انت اشتغلت الشهر ده كويس انت لا قصرت شويه وهكذا. صح. كويس. ونجح الجهاز. ونجح الحمد لله. يعني لما سبتهم هو كان شغال. انت عملت كل حاجه والقطاع ده ما فيهوش عدد قليل من الناس اللي شغاله، صح ولا لا؟ مظبوط. مصريين كتير جدا يقدروا يعملوا الهاردوير والسوفت وير. انا جيت لحضرتك ليه؟ لانك نموذج حلو جدا. اشتغلت مع شركات كبيره، صممت ماكينات او وحدات تحكم للعديد من الشركات الكبرى في مصر. احنا بنتكلم في سامسونج وبنتكلم في امريكانا. محتاجين ايه؟ محتاجين الناس تعرف اللي بتستورد الحاجات من بره او اللي اخدين توكيلات وما يعرفوش ان ممكن نعمله هنا، يجوا للناس اللي زي وفي غيري طبعا شركات تانية كتير بتصنع الحاجات دي وشغاله في مجال الامبيدد سيستم، يجوا يقولوا لنا على الافكار بتاعتهم. وخصوصا انه دلوقتي مع ارتفاع سعر الدولار والمشاكل بتاعت استيراد المكونات والمشاكل اللي احنا كلنا عارفينها، طب ليه ما احنا ممكن نعمل منتج مصري ونصدره كمان بسعر احسن من المنتج اللي بيجي لنا من بره. انت امتلكت التكنولوجيا بتاعتك. بالظبط. انت اللي عامل السوفت وير وانت اللي عامل الهارد وير بتاعك، يعني ممكن جهاز زي ده تصدره للعالم كله. مظبوط. صح ولا لا؟ ده اللي انا نفسي يعني يبقى موجود في مصر. ما دام عندنا النولج وعندنا نصنع المفروض نوقف يعني ده انا دلوقتي صنعت، يبقى لا اي حاجه بتيجي من بره بتعمل الفانكشن دي تقف، وده صناعه بلدي اللي اشجعها. ويا سيدي مش انا بس اللي صنعه، انا وغيري، ويبقى في منافسه بيني وبين غيري. شغلتك مش سهله، شغلتك محتاجه فلوس كتير جدا عشان تقدر تجيب المعدات دي وتجيب العلب دي وتجيب مش عارف ايه. صحيح بتعتمد على عقلك ولكن برضه محتاج خامات، صح ولا لا؟ مظبوط. عندنا النهارده مبادرات موجوده في البنك المركزي لدعم التكنولوجيا، ما بتستفدش بيها ليه؟ انا بصراحه ما اعرفش عنها حاجه. ما تعرفش عنها حاجه؟ ما اعرفش عنها لا حاجة. في برامج موجوده في البنك الاهلي وكل بنوكنا الوطنيه عشان دعم التكنولوجيا، لازم تستفيدوا بيها. دي بتحلك انك تدخل وتقدر انت تاخد وتجيب الخامات دي، صح ولا لا؟ مظبوط. ثانيا عايز اسال سؤال، ليه بتروح تصمم ده في الصين؟ ما عندناش حد يعملها لك هنا في مصر. انا ما شفتش، يمكن يكون فيه، بس انا بجيب الكواليتي بتاعتي من الصين زي ما انت شايف كده. لو في هنا في مصر بيديني نفس الكواليتي دي اكيد هعمل هنا في مصر. يعني لو في مصانع في مصر يعني انا هقولها لك حسن. طب انت يعني بتشوف ايه في الصين بيخليهم يعملوا الجوده دي بالدقه دي؟ نظافه المعدات بتاعتهم. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت حلوه جدا عند الدكتور احمد بهجت، كنت بخش يعني كنت شغال في المصنع ده، بس كنت بحب اروح واتفرج عليه. هو مصنع البي سي بي بتاعه كان بيورد كان بيعمل البرد للمصنع بتاعه، وفي نفس الوقت كان كل المصانع اللي بتصنع الالكترونيات كانت بتاخد منه، كانت الكواليتي بتاعته عاليه جدا. ما اعرفش بعد من يعني بعد فتره دكتور احمد مثلا انت عارف انه في مشاكل حصلت في المجموعه
وبتاع ما بقاش في حد مهتم، وعرفت انه بعد كده المصنع ده اتباع ما حدش اهتم بيه، فيا ريت يعني نجدد برضو الصناعه دي تبقى موجوده عندنا هنا في مصر. انت بتشارك في معارض؟ لا ما شاركتش بصراحه. غالي عليك؟ ما عنديش فكره بالظبط هي امتى وايه اللي ممكن اشارك فيه، يعني مفيش حد. غالي عليك؟ ما انا ما اعرفش يعني المعرض الصناعي ما تقدر تشارك فيه ولا لا؟ معاك الفلوس تقدر تشارك في معرض تدفع لك مثلا 300 400 الف جنيه وتاخد بارتيشن؟ لا ما تقدرش. لا ما اقدرش على حاجه زي كده. بدور على حد لو يعني انا دلوقتي مثلا برودكت زي بتاع الثلاجات ده انا نفسي ده اصنعه ويبقى موجود في كل ثلاجات مصر اللي موجوده ونصدره كمان بره. وساعتها مش هقف على الموديل ده، لا عندي فيه افكار ثانيه كثيره جدا هتخليه مميز اكتر واكتر، وكل ما بيع كل ما اطور كل ما احسن من المنتج بتاعي كل ما اقدر اعمل اسم كبير، لان كل الاسماء اصلا الشركات الكبيره وقبل اسمك ده اسم المصري بالظبط كده هيطلع ميد ان ايجيبت. يعني احنا نقدر نفتح مصانع كتير تصدر لبره مصر باسم مصر بكواليتي عاليه زي ما عمل السويدي في عدادات المياه والكهرباء، وهم نفس الفكره شغل الامبيدد سيستم مبني على كده، ونقدر نعمل الهاردوير والسوفتوير ونطور ونعمل ونطلع بدل المنتج 100,000 منتج. لو دعمنا الجدعان من المهندسين المصريين العباقرة في قطاع الأنظمة المدمجة وساعدناهم وركزنا على قدرتهم على تقديم حلول لينا في الصناعة، مفيش جدال إنهم هينجحوا في توطين التكنولوجيا لصناعات كتير جدا، ووقتها هنوفر مليارات الدولارات لأننا هنمتلك التكنولوجيا ونقدر ننافس بيها في كل أسواق العالم.